إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. في هذه اللحظة تختار تجديدات أمنية كي تشوفوا وصول جثمان الراحل إلى بيت أسرته كما كتشوفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. حدث أليم أليم أليم، صراخ وبكاء ودمعات. بسم الله الرحمن الرحيم.
تطلقه ولا تبتغي في قبره بما لا طاقه له به. وارحموا بنبينا عليه السلام. اللهم ان صاحب الاهل صاحبهم فقيرون.